مشاهدينا في كل مكان، برحب بحضراتكم وتغطيتنا الخاصة لفعاليات مهرجان العالمين في نسخته الثانية، المهرجان الأكبر في الشرق الأوسط. واحنا بنتكلم على فعاليات مهرجان العالمين في هذه النسخة، الحقيقة الفعاليات متنوعة وكتير جدا، لكن من أهم هذه الفعاليات اللي موجودة هي العروض المسرحية اللي هتقدم على مسرح يو ثياتر اللي أنا معاكم دلوقتي من عليه. بما إن احنا بنتكلم على العروض المسرحية، الحقيقة إنه الضيف اللي منورني النهاردة هو واحد من مبدعين هذا المجال، واحد ليه بصمة خاصة في هذا المجال تحديدا، واحد بنعتبره صانع النجوم، اكيد المخرج الكبير خالد جلال. نورني. اهلا بيكي، منوره، ربنا يحفظك. اولا ببارك لك، خلاص احنا وقت قليل جدا، يعني دقايق قليله بتفصلنا عن عرض مسرحيه الشهره لاول مره على مسرح يو ثياتر. لو تكلمني عن تفاصيل استعدادكم لعرض المسرحيه تحديدا على يو ثياتر ومن مهرجان العالمين. احنا يمكن بقالنا اكتر من شهرين مع الشباب، انت عارفه طبعا مركز الابداع الفني ده هو الرافد اللي طلع حوالي 80% من نجوم مصر الوقت اللي فات، فالدفعه الجديده بتاعته ومجموعه من خريجين مركز الابداع الفني هم اللي عاملين المسرحيه بتاعه الشهره دي. وكانت الفكره ان احنا بنقدم شباب مصر الموهوبين للناس في اهم مهرجان موجود اللي هو مهرجان العالمين، وانه ده يعني دعم كبير ليهم ان هم يطلعوا يقفوا على الخشبه دي في افتتاح المسرح ده، هم اول فرقه تعرض عليه، وده طبعا شرف كبير لينا كلنا. وانا اعتقد انه انتوا النهارده هتتفرجوا على مجموعه هتشوفوهم قريب على الشاشات في كل مجال. بالنسبه للمسرح وتجهيز المسرح وشكل المسرح، ويمكن وخلينا نقول التجهيزات كمان بتبقى اداه بتساعد الممثل ان هو يقدم احسن ما عنده، شايف حضرتك المسرح ازاي؟ مسرح يو ثياتر شايف تجهيزه ازاي؟ لا يعني انا عايز اقول انه يعني من افضل المسارح اللي انا اشتغلت عليها، يعني تجهيزاته كويسه جدا سواء على مستوى الضوء او الشاشات او اجهزه الصوت، يعني هو معمول كويس قوي. انا ما تصورتش انه في وقت قليل كده ممكن يطلع مسرح بالجوده دي، وهو مسرح انا اعتقد انه لازم نعمل منه تاني وتالت ورابع في كل مكان في مصر، لانه تجهيزاته رائعه واتعملت كمان في وقت قياسي. طيب هرجع تاني بقى لخالد جلال، زي ما بيطلق على حضرتك صانع النجوم، ليه خالد جلال مختلف؟ يعني ليه دايما بصمتك حتى بتكون واضحه على النجم اللي بيخرج من مدرستك؟ ليه انت خالد جلال، مدرسه خالد جلال؟ احنا بنشتغل زي ما بيقولوا على نار هاديه كده، يعني اختباراتنا بتاخد وقت طويل جدا، احنا بنمتحن اكتر من 5000 واحد وولد وبنت، بناخد منهم 200، وده اطول اختبارات بتتعمل في اي مؤسسه، احنا بنقعد 6 شهور نمتحن الناس، وبنختار ال 200 واحد دول بنختارهم على اساس ان هم يقدروا يتعايشوا مع بعض فتره طويله. العمله الرديئه بتمشي لوحدها، يعني ال 200 دول بعد كام شهر كده بتلاقيهم بقوا 175 واحد، في ناس ما بتستحملش المناخ اللي هو العائلي ده، اللي هو هي فرقه واسره، وبيبان عليهم قوي لما تفتحي ستارة وتتفرجي عليهم على المسرح. يعني انت النهارده هتشوفي مش ممثلين، هم عارفين بالظبط مين فيهم بيتكلم امتى، وعارفين مين فيهم، يعني هم من كتر ما عاشوا مع بعض، من كتر ما اشتغلوا مع بعض، ومن كتر ما تآلفوا مع بعض، بقى عاملين زي فريق الكوره المظبوط، التمريراته كلها مظبوطه. فاحنا بنشتغل كتير جدا، ما بناخدش اجازات نهائي، بنشتغل بقسوه شديده في التدريب، ولكن كمان الولاد بتوعنا هم بيطلعوا بيكونوا يعني بيكون عندهم قدره كبيره في الوسط الفني مش موجوده عند ناس تانيين. احنا طول عمرنا الحقيقه الشعب المصري من زمان جدا المسرح عنده، يعني احنا بنطلق عليه حتى ابو الفنون، ومصر خلينا نقول ان هي صدرت هذا الفن تحديدا لكل الشرق الاوسط. مؤخرا لغايه فتره من فتره ما كانش، يعني للاسف حصل شويه خلينا نقول هدوء في المسرح، بعدين رجع تاني بقوه. فكره انه يبقى في مسرح في مهرجان العالمين عليه اقبال شديد جدا، وفي فعاليات كمان كتير ومختلفه قوي، شايف لاي مدى ممكن يرجع تاني الشعب المصري لبيته المسرح؟ هو انا عايز اقول حاجه بس، انه المسرح طول الوقت احنا اكتر بلد في الوطن العربي بالكامل بتنتج مسرح، يعني احنا ما بين القطاع العام والقطاع الخاص والجامعات والفرق المستقله وكل ده بنعمل اكتر من 4000 عرض في السنه، 4000، وده رقم مش موجود في اي مكان، يعني الثقافه الجماهيريه، الجامعات، انت دي اعداد عروض حقيقيه، مش بقول دي كده، انت عندك في كل محافظات مصر جامعات، وفي كل محافظه مسارح الجامعات كمان عليها مواهب بالظبط، مسرح الثقافه الجماهيريه، مسارح الجامعات، مسارح الشباب والرياضه، كل دول عندهم انتاج مسرحي ومميز جدا جدا.
مسارح الدولة كلها بتعمل مسرح بشكل مكثف، وأيضا لازم تشوفوه لأن هو مسرح مهم جدا. إنما مثلا مسرح القطاع الخاص، إحنا كنا زمان نلاقي في جريء في صفحة الجرنان كده تلاقي سمير غانم وعادل إمام ومحمد نجم وسعيد صالح، ودي فرق مسرحية كبيرة قطاع خاص. يمكن لما دخلت المسلسلات، وزمان كان في قناتين تلفزيون بس، وكان إنتاج الدرامي قليل ما كانش كبير، يعني كان إنتاج درامي يغطي قناتين بس. إنما دلوقتي في الواقع في عشرات القنوات اللي بيتعمل لها إنتاج تلفزيوني ضخم جدا، وده بيقلل بياخد النجوم من القطاع الخاص، لأن النجوم من القطاع الخاص مختلفين، اللي هم يمكن الميجا ستارز اللي بيعملوا، وزي أستاذ عادل إمام وزي أستاذ سهير البابلي وزي الناس اللي هم العظام اللي كانوا بيعملوا مسرح القطاع الخاص، دول بقوا منشغلين أكتر ما بين السينما، من كتر إنتاج السينما زاد جدا، إنتاج التلفزيون زاد جدا، فسحب النجوم اللي كانوا بيعملوا القطاع الخاص. فيمكن عشان كده يبدو الأمر وكأن الحالة هديت، لكن هم في الواقع بيقدموا، يعني نجومنا كلهم بيقدموا مجهودهم في مجال آخر، في وسيلة فنية أخرى يعني. بس الاهتمام بالمسرح، أنا عايز من شوية لما قلت لك على حكاية منتدى شباب العالم دي، لا يفتتح منتدى شباب العالم اللي بيجي فيه 5000 واحد من العالم كله إلا بعمل مسرحي. عمره ما بدأ من غير ما قبل الافتتاح بيوم يكون فيه مسرحية، وشدة الاهتمام بالفن دي بتقول انه لا، ده مش مسرحية عادية، ده مسرحية بيحضرها رأس الدولة بنفسه، وبيسلم على الولاد وبيشجع الولاد على انهم يعملوا فن. انت ما شفتيش قبل كده حالة انه يعني في مسلسل حلو مثلا، فيجي ابطال المسلسل يتكلموا معاه ويقول لهم على مشاهدهم، ويقول لهم على فيلم الممر، ويكلم محمد فراج ويقول له مشهدك الفلاني والعسكري اللي واقف ده، يعني متفرج على الفيلم ومذاكره. وبالتالي هذا الاهتمام بالفنون يعني محمود جدا، وانا اعتقد ان افتتاح المنتدى بالشكل ده وافتتاح هنا بالمسرح، الاهتمام بانه هنا يفتتح بمسرحيه، ده شيء رائع، وشيء وان هم يكونوا شباب، في هو مش ميجا ستار مثلا، لا، ده انا بدعمك وبدعمك ماليا كبيره جدا، وبعمل لك مسرح بالحجم ده وبالامكانيات دي علشان تقدم عليه ولاد صغيرين، وده دعم كبير للاجيال الجديده.